رجعنا بتاخد الدوبي اوست. شو وضعه بالنسبه لهذا كله؟ الخطيات بقلب البيت مثلا اذا غيرت بالسالون او بالسيتنج روم يعني ليفينج روم، هالشو بوناتها اللي بتنعمل ما بعرف اذا لها اضرار حتى كمان على الكلاود، يعني نحن عم نحمي هالكلاود بس ما بعرف كمان هالقصص اذا ممكن تاثر سلبيا على الكلاودات والشطور الموجوده. هيدي يعني سلبي عليه انه ما بتقدر. هو هول اللي شفناهم مثل العنصر عند الساعة العاشرة تقريبا يقوم بزيارة إلى لبنان تستمر لثلاثة أيام، وهو وصل في هذه الأثناء إلى قصر بعبدة حيث سيكون هناك برنامج مطول، بداية الاستقبال الرسمي حيث يعزف النشيدين اللبناني والأرميني إضافة إلى التشريفات طبعا، وبعدها يعقد لقاء ثنائي بين رئيس أرمينيا ورئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشيل سليمان، وبعد ذلك بطبيعة الحال ينضم الرئيسان إلى الوفدين اللبناني والأرميني، وفدين وزاريين من الوفد اللبناني، الوزير علاء الدين درو، وزير الإعلام، وزير التربية، مستشارين وكبار المدراء في قصر بعبدة، عدد إذا من الوزراء، وفي هذا وبطبيعة الحال وزراء من الجانب الأرميني، وفي هذا اللقاء الثنائي الموسع الذي يجمع الرؤساء. مسيو مازن صافي بدي اقول له مرسي. بالتفاصيل اللي قلت لكم عنها.